السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنعاود لكم على علي بالحاج باش نسمع لكم واحد الفيديو. فهاديك لا ميم فيديو وريت لكم، كاين بزاف اللي قالوا لي علاش ما توريش كاع لا فيديو وكذا، زعما شغل انا حكرته. سمعوا مليح واش يقول هنايا على هذوك الارهابيين هذوك، سمعوا مليح. كامل نحن لا نعطي الفديه، لا نعطي الفديه. الم تكونوا تقولون من قبل مده حتى عن طريق ائمتكم في المساجد لا قتل لا زوال الدنيا باكملها اهون عند الله من قتل عبد مشرك؟ ها انتم قتلتم الناس، قتلتم اخواننا وقتلتم معهم الرهائن، ما معنى انه اذا فهؤلاء لا يحافظون على ارواح الشعب الجزائري ولا ارواح الاخرين؟ هؤلاء يقتلون، وهذا يدل دلاله قاطعه على ان العقليه تاع النظام عقليه عنفيه هي ذات تولد العنف، عقليه لا تمارس العمل السياسي ولا تمارس الاخذ والرد، وانها تعالج جميع القضايا عن طريق ماذا؟ عن طريق بمعنى ذلك عندما تفتح مجالك اذا سيضربون الجزائر. وها انتم ترون ماذا حدث في عين أميناس. عين أميناس كان الواجب ان يكون الحل بطريقه سلميه سياسيه، لا سيما وقد ابدى هؤلاء الاخوه رحمهم الله تبارك وتعالى وتغمدهم بوادي رحمته. تغمدهم برحمته رحمهم الله وكاع يقولوا امين. كنت تسمعوا هادو جاو تعدوا على الجزائر وقتلوا جزائريين، قتلوا هذاك مسكين امين في عمره 30 سنه، ان جان مسكين اجون سيكوريتي قتلوه، هو يقول لك لا نتفاوضوا معاهم، ويقول لك هادو رحمهم الله ويدعي لهم بالجنه والاخرين يقولوا امين. سمعوا مليحة. لو انهم اخرجوا الجزائريين وعاملوا حتى للرهائن معامله طيبه، وكانوا ينتظرون ماذا؟ ينتظرون مفاوضات سياسيه سلميه تفضي الى شيء، وهم لم يقصدوا الرهائن بحد ذاتهم، وانما قصدوا ماذا؟ الضغط على الغرب حتى يكفوا عن قتل ماذا؟ فرنسا. يا للوالا. تسمى دوك هكذايا اكو شفتوا كيفاش يخمم هذا، يقول لك خاوتي. دوك نشوفوا شكون هما خاوتو مثلا الليبيين هذوما، شكون هو اللي مشي فيهم. هذا يعيطوا له مهدي الحراتي، هذا مهدي الحراتي، شوفوا شكون. دوك نقول لكم شكون مهدي الحراتي. معنا في الاستوديو المهدي الحراتي، نائب رئيس المجلس العسكري لطرابلس وامر كتيبه طرابلس. سيد مهدي، ماذا يمثل لكم اعتقال ابو زيد دوردة؟ اعتقال وزير دوردة هو نفس اعتقال وزير هذا سي تان اجون تاع لا سي اي، ودوك نقول لكم لي بروف بلي سي تان اجون تاع لا سي اي يخدم معاهم. سمعوا مليح، شوفوا كيفاش دوك هذيك راهو يحارب في سوريا، هو راهو يدربهم في سوريا، توا من ليبيا لسوريا هو عبد الكريم بالحاج هذاك. سمعوا مليح، شوفوا هنا في سوريا كيفاش راهو يحارب في سوريا ويقتل في سوريا. خاوتنا، هو يعيط لهم خاوتنا، تسمى الجهاديين الاسلاميين هادو الارهابيين هادو لم يخربوا في البلدان العربيه باش يخدموا اسرائيل ويخدموا كاع لي زانتيري تاع لوكسيدون، وهو يقول لك هادو خاوتنا. اسمعوا مليح، شوفوا هاد السيد هذا الحراتي هذايا هنايا يقول لك نروحوا نصليوا في الجامع الاموي. أي رسائل تقدمها للناس في الخارج يا شيخ؟ والله يا
الناس في الخارج بالبرهان يأتي لنا بشيء يثبت هذا الأمر. قطر دعمت بكل ما تملك سياسيا وعسكريا وماديا، دعمت الثورة. قطر دعمت بكل ما تملك سياسيا وعسكريا وماديا، دعمت الثورة. قطر دعمت بكل ما تملك سياسيا وعسكريا وماديا، دعمت الثورة. تيقول لكم باللي قطر دعمت الثورة سياسيا ماديا وعسكريا باش تيحوا ليبيا في يد هاد الارهابيين هادو اللي دوكا ترونسبورتاهم وداوهم لسوريا. دوكا تيك نوري لكم هذا المهدي الحراتي هذايا شكون هو. خو علي بالحاج هذا هاوليك مهدي الحراتي. جي روسي 200,000 اورو دي سيرفيس سكري امريكا. اسمع مليح الحكايه، شوف واش يقول لك هنايا. لا بوليس ايرلانديز ا بروسيدي الى كلكو جور ا اون انكيت افيك مهدي حراتي ان شيف كونو دي روبال ليبيان كي اوكوبي لو بوست دو فيس بريزيدون قدام عليك. سولون لو ساندي وورلد دون سون اديسيون ديير، مهدي حراتي كي بوسيد لا دوبل ناسيوناليتي ايرلانديز اي ليبيان اوري بري بار او كوموندمون دي روبال ليبيان لور دو لا باتاي دو تريبولي. يقول لك La maison de Mehdi à Dublin aurait fait l'objet d'un vol par des membres d'un gang irlandais qui se serait emparé de bijoux de valeur en plus de 200,000 euros qui étaient cachés dans la maison. Suscite des doutes sur l'origine de cet argent. Selon le journal, Harati aurait informé les services de sécurité irlandais. Dès qu'il a été informé par son épouse, ces derniers ont alors entamé une enquête et l'ont interrogé sur l'origine de l'importante somme d'argent trouvée dans son domicile. C'est alors que le chef des rebelles libyens annonce à la surprise de tous que l'argent était un don des services de renseignement de la CIA. Tu vois, d'ailleurs, tu vois bien, cette insane là d'ailleurs, c'est moi. Attends, on nous la CIA. Voilà. Donc, on a fait le coup d'article là qu'on lui a fait, tu vois. هكذا باش نعرفوا شنو هي القضيه. السلام عليكم. صافي ديال هذه باش الناس هذو اللي ما يتبعوا في علي بالحاج يقول لك رايحين نحقوا ولا رايحين ندوا للصرا ولا هذه، باش يعرفوا اللي راهم به ويقولوا امين. شكون هذا الانسان هذايا علي بالحاج؟ وريت لكم واحد برك هذا الحراتي كان بزاف. على كل حاله انتم كيفاش تشوفوا باللي كيفاش راهو اون كونيفونس، راهم كما يقول لك داخل في واحد الشبروكه مع ناصيه ومع لي زونكلي ومع ليبيا وسوريا. وهذا الحراتي واللي يقول لك اخواننا المؤمنين المسلمين، انتم كيفاش يقول لك جاو الجزائر هذوك خاوتو هذوك، تسمى حب يقلب الجزائر من الداخل، حب يقلبها من الداخل بالدعايات ديالو ويساند الناس اللي جاو من ليترونجي باش يدخلوا لبلادنا باش يستحيوا نسانا. لو كان تسمى يلحقوا يديروا كيما سوريا، فيولا والنساء قصوا كاع سوريا هدموها لي زيترونجي. بور لوي هذايا راهو يعيط للاستعمار، استعمار تاع دي جروب تيروريست ارمي كيما يقول لك مولهم القطر والسعوديه، جايبين لنا المدرسه الوهابيه هذه السلفيه اللي يقولوا هما وابن تيميه جايبين هنا حابين يمبوزيوها الدرع لزارجينيا، ويقول لك هذه الدوله الاسلاميه نحبوا حنايا. وانتم يا خوتي اللي دايرين به لك وتسمعوا لك وتهضروا معايا تبعثوا لي ميساج وتسبوني وكذا، انا نقول لكم زعما كونوا رجال برك هذه بلادكم راهي في اللعب. خمو غير هكذا رديتوها راسو، تسمى واش يقول لكم علي بالحاج تمشوا معاه، تسمى كون رديتوها راسو المعصوم هذايا. وانتم راكم تشوفوا عيناني باللي هاد الناس ايترونجي جاو قتلوا في الجزائر ولازم الدوله ما تهضرش وتعطيهم الحلوى شغل العاس، كل واحد كيجرح تمد له باكي تاع الحلوى الجزيريات وبقاوط اللوز، جاب لي ربي هكذا حبيتو انتم. نو خوتي، وباش نقول للناس اللي راهم يتبعوا لا بلانت هذه كان بيت فيها، على كل حال جي كونتاكتي زافوكا في الجزائر. انا بهاد لي بروف هادو كاملين من اللي نشوفو فيهم راهم يتيديو في الدوسي، راح ندير له دوسي صحيح تاع صح نبعثوه لاكور مارسيال، ما نبعثوش الداشرة تاع سيدي محمد تاع عبان رمضان، نبعثوك لاكور مارسيال تاع صح. صافي ديال نتايا بور تريتريز كونت لا ناسيون اون طون دو كار، تسمى نتايا مشيت انتيليجونس افيك لانمي اون طون دو كار، نتايا كيما يقولوا تو ابروف لو تيروريست وهذاك الدم تاع الجزائري اللي ساه هذاك ما نسمحوهولكش. دونك ما تقلقوش خاوتي، ندير لكم اون بيتيسيون كامل تسينيوها ان شاء الله بربي ونحبطوها للجزائر ونشرعوا للشعب الجزائري هو اللي يشرعوا، باسكو هادو راهم دناو للشعب ماشي دناو للدوله.
دناو رزق الشعب، قتلوا شعبي جزائري، فهمت كيفاش؟ دونك نتايا لازمك تخلص على هادية، ماشي على فوت 91 ولا هذيك دولة إسلامية ولا لا 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 لا، هادي أمر حركي نتايا، تحركي نتايا حبيت تجيب لنا الاستعمار الإيطالونجي للجزائر وتهضر على تحب الجزائر والاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي والاستعمار الأمريكاني، وأنت راك خدام معاهم إن تعلم من حيث تعلم ولا لا تعلم، تراك ما تسمى الناس اللي راهم دايرين به هادوما يا خوتي دولة إسلامية ولا مسلمية تبعوا المدرسة تحبوا المذهب تحبوا، يا با بروبليم هذاك شغلكم هذا، بصح كي تبعوا في راجل كيما هذايا إنسان كيما هذا عبد بنادم كيما هذا تبعوا فيه بلا ما تخموا بلا ما تقعدوا هكذا وتأملوا شوية مع راسكم وتقولوا يا صاحبي ورانا رايحين هكذا كيفاش ولا سامد لي زيترونجي يدخلوا البلاد يقتلوا الجزائريين ويحبوا يحطموا البلاد ويحبوا يديروا لنا مشاكل مع الإيطالونجي وينوضوا لنا الفوضى في الجزائر من الداخل كي هو كي الزراوي هذاك أنا شفتوها كيما يقولوا الجزيرة وكذا كيما كاع الغاشي هذوك هذا كذا الحراتي في الجزيرة هذوك كاع راهم موجودين راهم يستناو في التور ديالهم برك باش يجوا هما يعاونوهم من برا صافي دي راحين يجيبوا لنا استعمار من برا يا خوتي ويهدموا لنا البلاد راكم تشوفوا مصر كيفاش ولات شوفوا مصر هي عاود ولات لي طاتسياج وعاود ولات كيما يقولوا الكوفر فو كلش دونك خوتي نهضر معكم انا برك نقول لكم باللي رجعوا لعقلكم وخموا مليح واش راكم تواسوا باسكو راكم تربحوا العداوه مع الشعب الجزائري والخطره هذه راه ما يسمح لكمش كاع كيما راكم ما يسمح لكم الشعب الجزائري وهذيك لا بلانت كيما قلت لكم كلش كيما يقولوا على ما يرام كلش راه يمشي طونكيل هم لي زافوكا يخدموا خدمتهم كي توجد ان شاء الله نعطيكم البيتيسيون سينيوها ونطيحوه نبعتوه بجوج ما ثقيله نبعتك بجوج ما عمي يا سي بالحاج شفا مليح واش راني نقول لك شفا مليح ما تخوفوني ما حتى حاجه ديروها مليح في بالكم هذه باسكو كيما يقول لك الموت على كل واحد يفو بيان موري دو كالكو شوز اكسيدون ولا كونسير ولا رصاصه ولا تموت على كل حال كي تحرق الاجل تاعك ما كاش اللي دونك انا ما تخلعونيش غير ما تضيعوش وقتكم هكذاك برك والله ما تخلعوني غير نروح معاك او بو دو كونت كاع ولا نموت انا وياك نموت انا وياك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ازول